السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا تويوتا كرولا 2017، هركب فيها الشاشة الدبل بيز رامة 4 ومساحة 64، الإصدار الجديد. هنا الفريم الأصلي مغيرناهوش، هنركب جبنا فريم تكميل صغير كده اهو زي ما انتم شايفين، اللي هو غامق سنة ده اختراع بصراحة. خلينا ركبنا الشاشة ووفرنا 8 فريم اللي هو الكبير، عشان ده كان أغلى طبعا، ده في حدود 4.5-5. ودي الشاشة الجديدة الدبل بيز الإصدار الجديد، حاجة في منتهى الخيال. أندرويد 13 رامية 4 ومساحة 64، شاشة دبل بيز. هما في الشركة مسمينها الجاتو عشان شكل العلبة طبعا، وهي فعلا شاشة محترمة ومغيرين فيها خالص عن الشاشة القديمة. بمعنى لما تيجي تخش على جوجل بلاي ما بيطلعش بره، السوفت جديد، الشاشة معتمة كلها حتى في جوه السيستم بتاعها برضك معتمة تمام. طبعا هنشغلها على المالتي اهي، هنفتح العلبة مع بعضينا. الشاشة الدول بيز الاصدار الجديد لسه نازلة ما كملتش يوم اهي، نفتح مع بعضينا كأنك بتفتح علبة موبايل جديد بالظبط. الشاشة دبل بيز اختراع بصراحة، مغيرين فيها تغيير كلي، حتى الستارة بتاعت الشاشة برضك متغيرة غير الأولانية خالص. السوفت ليه تحديث، لا دي ما كانش ليه تحديث، ده ليه تحديث غير تحديث البرامج ده اهو. فتحنا العلبة اهو، شايفين شكل العلبة بقى، بص الشاشة محطوطة ازاي، والعلبة التانية دي علبة فيها الوصلات، حاجة خيال بصراحة. وركزوا مع الشاشة كده تلاقيها معتمة خالص اهو، بصوا قبل ما نركبها شايفين اسود، الشاشة سودة. دي بداية الجمال بقى بتاع الشاشات. وهنا ممكن تركب فينا بتاعت لابتوب هنا في المكان ده عشان تسحب منك السخونة، ياريت تركبوها على طول من قبل ما تركب الشاشة تمام. دي العلبة التانية فيها وصلات، وصلات الدبل بيز المعروفة طبعا، وده الضمان، ضمان سنتين من السنة، والمانوال معاها. ودي بقى الوصلات اهي اهو، وصلات جي بي اس، وصلة الكاميرا، وصلة السب ووفر، 2 فلاشة، وصلة الاريال تمام. طبعا الايزو بيجي مع الفريم، الايزو بيجي مع الفريم يا رجاله تمام، ومعاه وصله الاريال. دي الوصلات بتيجي مع الشاشه اهي تمام. هنبتدي بقى نركب اهو، ده الماتيريال بقى، ودي الوصله اللي هي الايزو اهي، ركبناها بتيجي مع الفريم الصغير. ودي الشاشه، طبعا لازم نجرب الشاشه قبل التركيب. دي الواجهة، وفي 3 واجهات تاني اللي هو السمزات يعني، شايفين شكل الواجهة حاجة محترمة. وزي ما قلتلكوا الشاشة معتمة، حتى في السيتنج برضك الشاشة معتمة. وده الاوكلازر الجديد اللي عاملاه شركة دبل بيز اهو، تظبط منه اللي انت عايزه اهو براحتك. ده الابل كار بلاي، حاجة في منتهى الجمال، بيتصل على طول، بمجرد انك تعمل بلوتوث بيتصل على طول. حبيت تلغيه من الجهاز بتاعك، عشان في ناس بتقول لي بيخش على طول على الكار بلاي وانا ما ببقاش عايزه، لا تخش على الكار بلاي في الموبايل وتقفله، مش هيشتغل معاك الكار بلاي تمام. دي الشاشه زي ما انتم شايفين اهو، السيتنج معتم. ده السيمز بقى، السيمز اهو بصوا شايفين اختلاف. نجرب واحد تاني اهو، حاجه في منتهى الجمال. وخلي بالكوا العداد اللي في النص ده طبعا بيعد معاك وانت ماشي كأنه بتاع العربية بالظبط، حاجة خيال بصراحة. شايفين التاتش سريع ازاي اهو، ده غير اللي انت عايزه سمزات، ممكن تحدث ينزل لك سمزات اكتر من كده، بس احنا اخترنا الواجهة دي اهو. اندرويد 13، وده شكل الفيديو خيال بصراحة. اسمع خلاص ده كله بتعفينا، فهمنا من معنى وعرفنا من
علينا علينا عملنا. وده كان شكل الفيديو بعد التركيب، وكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وياريت تتابعنا عشان يوصلك كل جديد. مع تحيات حمادة دي جي.